طبعا كلنا بنسمع المقولة دوام الحال من المحال، بس هل فعلا ان المقولة دي ممكن تطبق ايضا على العلاقات الاجتماعية؟ يعني ممكن الحال بيتغير بين الزوج والزوجة بعد الجواز؟ قبل الجواز بنشوف هدايا ومكالمات تليفون لحد اخر الليل وكلام حلو بنسمعه، بعد الجواز نلاقي الست بتقول للراجل انت اتغيرت، ونلاقي الراجل بيقول للست برضو انت اتغيرت. هنعرف النهاردة من ضيوفنا الكاتب الساخر محمد مليحة اللي مشرفنا، ومن الكاتبة الساخرة سحر كاتبة الساخرة سحر غريب اللي مشرفانا برضو في الاستوديو. مين اللي بيتغير اكتر بعد الجواز، الراجل ولا الست؟ ومنتظرين مشاركاتكم واتصالاتكم على الارقام اللي بتظهر على الشاشة. اهلا بك استاذ محمد. عندك يا استاذ سحر. سحر اخبارك ايه؟ الحمد لله. في البداية عايزة اسألك يا سحر، مين اللي بيتغير بعد الجواز، الراجل ولا الست؟ الاثنين. الاثنين بيتغيروا، يعني انت شايفة انهم بعد ما يتجوزوا بيقلبوا على بعض في الاخر؟ هي المسألة ان هم بيبقوا ممثلين قوي فترة الخطوبة. كل واحد بيمثل دور ان هو، الست بتمثل دور انها كيوت ورقيقة وكل حاجة حلوة يعني، وبعد الجواز بيبان مظهرها الحقيقي، ان هي يعني اقل رقة، ان هي عملية اكتر. الراجل بقى بيبقى واخدها ايه ده؟ انا ما كنتش واخدك كده. يعني الغايه بالنسبه ليها هي جواز. الجواز بعد الجواز بتبدا بقى، والشعر الحقيقي بيظهر، لان مش هتفضل حياتك كلها بتمثل. في المقابل الراجل بيمثل برضو عليها ان هو راجل الجنتل الجميل اللي بيعرف يعامل الانثى. بعد الجواز لا خلاص بقى. انا بس ما اعتقدش انه كل الرجاله والستات كده. مش كلهم. مش كلهم طبعا، احنا بس يعني انه نسبه قليله جدا بالنسبه للموضوع انه بيتجوزوا وبعدين بيقلبوا على بعض. بس يعني بعد التغيير بيحصل كتير. هو يمكن يحصل بين اتنين مثلا بيحبوا بعض بعد سنه سنتين حاجه كده، في ناس بعد 3 شهور بيقولوا. انا حابه نسمع راي الاستاذ محمد، شو رايك باللي قالته هو؟ وليش اذا كانوا الاثنين بيتغيروا، ليش لما بنعمل سيرش مندور بالمقاله دايما مكتوب تغير الرجل بعد الزواج، تغير الرجل بعد الزواج؟ عشان بيكتب الحاجات دي بستات. والله يعني معظم، هتشوفي مين اللي كاتب المقال ده هتلاقيه في الاخر هي بنت في الاخر. يعني انت شايف مين اللي بيتغير يا استاذ محمد بعد الجواز، الراجل ولا الست؟ لا هم اكيد الاثنين بيتغيروا، وطبعا هي مش اكيد مش هنقدر نعمم الموضوع نقول كل الناس بتتغير بعد الجواز. لا هي الفكره في هي البدايه، هي اللي هم بني على باطل بيبقى باطل. يعني احنا لو اسأنا الاختيار في الاول او خدنا الموضوع بطريقه سطحيه، اصل الجواز فكرته كلها هي المشاركه. فانا لو ما اخترتش حد هشاركه بقيت عمري اخترته صح. فطبيعي ان انا مع اول صدمه بعد الجواز هحس ان انا خلاص الدنيا باظت. فاحنا حتى عندنا مشكله في المجتمع العربي ان الجواز بيعتمد على حاجات تانية كتير جدا غير الاساس، اللي هي اصلا ده ينفعني شريك حياه ولا لا. ممكن نكون بنهتم هل انا قادر على الجواز ولا لا، ماديا مثلا عندي شقه، عندي شغل مناسب، عندي حاجه، البنت سنها بيكبر، فلا انا هلحق نفسي قبل العنوسه ومشاكل العنوسه، لا انا صحباتي كلهم اتخطبوا، لا انا لسه ما اتخطبتش. فبتضطر توافق على اول حد يتقدم، هو بيبقى حاسس ان هو جاهز فبيروح، لكن هم ما اختاروش بعض. فطبيعي يعني ان هم يواجهوا بعض بعد الجواز. ولا ممكن يكون نظره الراجل ان هو مثلا بعد الجواز ان هو الراجل عايز مثلا خروج وفسح ويسمع كلام بطريقه معينه؟ الراجل. الراجل عايز ليها منطلق تاني برضو، عايزه بقى بيت واسره واستقرار واولاد. يمكن هو ده سبب التغير بينهم هما الاثنين. لا هو معظم المشاكل اللي انا شفتها في حياتي كان بيبقى العكس، ان الست حابه انها حته كمان الشغل كمان، يعني هي الست ممكن تبقى مش موظفه والراجل هو اللي بيشتغل، فالست قاعده في البيت فبيبقى هدفها كله ان لما الزوج بيرجع من الشغل لا هنخرج. لا هو عايز يخرج لوحده مش عايز يخرج معاها. بالظبط. هو ده اللي انا عايزه اقوله. انا كده. طب ايه رايك بالكلام اللي بيقول؟ هو في حاجه انت مع مين فيهم؟ انا متفقه معاه في حاجه مهمه قوي، ان احنا في المجتمع الشرقي ما بندرس الزوج او الزوجه قبل الجواز. احنا كل حاجه كشور، ما بنعرفش غير المظهر التجميلي اللي بنشوفه اللي كل واحد عايز يوريه للتاني. لكن بره طبعا هم بيختاروا على اساس متين اكتر، ان هم يعني بيختاروا بعض صح في فتره لتجربه العلاقه ما بينهم. لكن احنا عندنا هنا مساله فعلا جواز يعني مميزات سطحيه قد تكون غير موجوده بالمره. طب في بنشوف احنا علاقات فعلا بياخدوا وقت وبيحبوا بعضهم، بيدخلوا بقصه حب طويله وعارفين بعض كويس، وبيدخلوا بموضوع الزواج بعد فتره قليله بيحصل فيه فتور فظيع. بتساليه بيقول لك لا هي بطلت جذابه، بطلت تهتم بحالها، بتساليها بتقول لك بيسكت كثير ما بيتكلمش. شو يعني يعملوا ايه ما دام هم اصلا دخلوا بموضوع زواج بعد دراسه وحاجات كثير عملوها، يعملوا ايه عشان يرجعوا يحيوا هذا الموضوع؟
هو التعود آفة الجواز. خلاص احنا تعودنا على بعض، خلاص بقى كأنك عايشة مع واحد صاحبك، كأنك عايشة مع حد مش مضطرة ان انت تتجملي قدامه، خلاص انت بقيتي كتاب مفتوح بالنسبة له. فهو هي دي المشكلة، ان احنا خلاص بقت في تعود، في ان مش مهتمة ان انا البس له مثلا لبس كويس، انا ممكن اكون بخرج ببقى بره مثلا يعني احلى من وجودي في البيت. فمعظم الستات بتعمل كده، والرجاله نفس النظام، هو بره برده بيتشيك وبيحط بيرفيوم جميل جدا، لكن جوه ما بيهتمش بكده، فبيخليها تنفر منه. يعني ممكن الراجل تلاقيه سايب دقنه قد كده، وما يجي نازل بقى مع اصحابه يبتدي بقى يحلق دقنه ويظبط شعره ويظبط شكله. طب استاذ محمد، ايه اكتر حاجه شايفها في الست انها بتتغير بعد الجواز؟ طبعا اكتر حاجه اصلا بتبقى في الست بعد الجواز حته النكد. نكد؟ يعني انت شايف الست نكديه؟ لا، دي صفه اساسيه في اي ست. سامعه؟ سامعه؟ انت موافقه على الكلام ده يا استاذ؟ لا طبعا موافقه على يعني ستات يعني ما شاء الله. انا اعتقد اله النكد عند القدماء المصريين كان على شكل ست. يا سلام. لا طبعا مش كل الستات يعني اعتقد انهم نكديه. هي الفكره ان ممكن احنا مش عايزين نحط كل حاجه على الست. انا هقول انا اعتقد ده بسبب ايه، ان دايما الست غير الراجل في حته العلاقه نفسها، هي بتبقى رومانسيه اكتر جدا. الراجل بيبقى شويه عملي، ممكن يكون ما بيهتمش بحاجات معينه، حته انه يجيب ورده، حته الست بتحب الحاجات دي جدا طبعا. فهي بتبقى عندها تطلع في الموضوع ده جدا، وهو ما عندوش الحته دي، شايفها مش حاجه مهمه انها تستاهل تبقى مشكله يعني. فدايما تلاقي دايما بتحصل مشاكل بين كده، هي حاسه ان هو مش مهتم بيها، وهو مش شايف ان الاهتمام ان انا اجيب لك ورده او ان انا اقول لك كلمه حلوه. طب انت شايف ايه الصح وايه الغلط؟ هي 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 يعني مين الصح؟ الست فعلا المفروض ان هي يعني تكافئ ان هي مثلا حتى بورده، ولا المفروض ان احنا نهملها خالص مثلا؟ هي كده، بس هي الفكره في الثقافه بتاعتنا اصلا في المجتمع يعني. احنا لو عندنا ثقافه ان المعامله بين الراجل والست ازاي، لا احنا الموضوع عندنا بقى سطحي شويه، اللي هو الشكل العام بتاع حتى في فتره الخطوبه بيبقى المهم بين الاهل الزوج والزوجه وبين الولد والبنت، ان هم كل تفكيرهم ازاي هنعمل شقه، هنشتري عفش ايه، ولا بيفكروا في العلاقه بينهم اصلا يعني. هم بيفكروا بالشكل السطحي او المظاهر بس. طب سحر، ايه رايك في الراجل اللي بيقول الست رغايه جدا وبتحب تفضل ترغي على طول؟ يعني ده معقول؟ الراجل ده صح؟ لو بطلت ترغي مع جوزها يتاكد ان هي خلاص ما بقتش تحبه. هي بترغي معاه عشان عايزه تكتشفه اكتر، عشان عايزه تتقرب منه اكتر، لكن هي لو هتوصل لمرحله انها هتسكت يبقى معنى كده ان علاقتهم فيها شرخ. خلاص يعني انتهى. يعني احنا ننصح الراجل انه خلي ستك ترغي. خليها ترغي. احنا معانا تليفون ونرجع لموضوع الرغي. معانا احمد. الو يا احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. معاك يا احمد من كاو من المقاطعه بقلبيه. ايوه يا احمد. ايوه. اولا بالنسبه للتغير اللي بعد الزواج، دايما الست هي اللي بتطلب متطلبات، وهي اللي بتعمل مشاكل، وهي النكديه. الراجل ما يقدرش ان هو ممكن يكون ما يقدرش ان هو يلبي رغباتها، هي تبدا في المشاكل وتبدا في التغير. اذا تغيرت الست بقى يبقى عليه العوض. المفروض يعني هو طبيعي الست هي اللي بتبدا في التغيير الاول. اوكي، ولا انت مش متابع معايا؟ يعني حضرتك يا احمد شايف انه الست هي اللي سبب التغيير وهي اللي بتبتدي بالمشاكل. أكيد. حضرتك متجوز يا سيد احمد؟ اكيد اكيد هي اللي بتبدا التغيير اكيد. انا بتطلب متطلبات كثيره طبعا، وتبقى عايزه حته طبعا، وتبقى برضه مبينه له ان هي روميو وجولييت قبل الزواج. بعد كده بتبدا تغير بقى وتوري له وش الخشب بقى، فهي اللي بتبدا ان هي في تغيير. الثاني ما يقدرش يلبي رغباتها بتبدا تتغير معاه. انما لو هي حضرتك متجوز وتمشي الحياه، معلش ممكن الحياه تمشي، ولا كلامي غلط؟ يعني انت يا استاذ احمد شايف ان التغيير من الست مش من الراجل؟ اكيد اكيد، من حواء مش من ادم. لا اكيد يعني. ايه رايك؟ ايه رايك يا استاذ صح؟ هي الست رد فعل. الست رد فعل، الست هتعملها كويس، هتديها حنيه، هتبادلك بنفس الطريقه، هتعملها معامله وحشه، هترد عليك بمعامله وحشه، هتنكد عليك. في حدا قاعد جنبك مش عاجبه الكلام. يعني هي الست فعلا هو رد فعل بس مضاعف، مش يعني قانون نيوتن ما بينفعش مع الست شويه، فكره الفعل رد فعل مساوي في المقدار دي. هي 10 اضعاف مثلا، يعني هتبسطك اكتر. والله يا استاذ في ستات غلابه كتير، وما يعني ولا متسامحين وكده، مش للدرجات دي برضه. لو تعرفي قولي لي بقى. والله في ناس بجد، في ناس كلمه واحده ممكن تغير مايندهم. هي طبيعي. انا عايزه اسال
الكلمة الحلوة بتبقى. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال، أنت متجوز؟ لا مش ناوي. عشان كده عشان كده قولي من الأول إنك أنت شكلك عشان كده أنت أنا مقاطع مقاطع بس أكيد يعني بكرة ربنا هيرزقك وتتجوز. طب النهاية هتتجوز احتمال بعيد احتمال للدرجة دي يعني مسكر الموضوع يعني أنا دلوقتي شاب في سني، معظم الناس اللي أعرفهم متجوزين في سني. لسه كل أصحابي تقريبا ما فيش حد مبسوط. طيب أنا بدي أقول لك شيء عن جد، في بتلاقي في رجال شباب بيكونوا حلوين وزراف وبتجوزوا بتلاقيه فجأة داخل بكيس الخضار والشنطة وشعره بقى شكله غريب وبقى شكله زي الموظفين دي مسلسلات الثمانينات يعني، وهو بيقول لها انه انت اتغيرتي وشكلك مش حلو وريحتك زيت قلي، وهو اصلا بقى زيها يعني ما عندوش مرايه في بيته يعني هو هي اتغيرت فعلا بس هو كمان اتغير، فانتوا دايما بتشوفوا الجانب الثاني. هي المشكله ان في فعلا انانيه في العلاقه شويه، كل حد بيبقى رامي طموح معين على شريك حياته ان هو هيفضل يكمل بطريقه معينه، بس هو فعلا ما بيبصش لنفسه يعني. يعني هو المشكله ان احنا في انانيه شويه في علاقاتنا، مشاعرنا في كل حاجه، هو حابب ان هو يبقى مبسوط بس هل انت عملت اللي يبسط الطرف الثاني ولا لا، ده ما بنفكرش فيه ابدا، احنا بنفكر ان احنا نبقى مبسوطين ولا لا. طب شو يعملوا؟ في شيء ممكن يعملوه له علاقه بالتصارح مثلا، يلعبوا لعبه الصراحه كل شهر مره عشان ما يبقاش في تراكم وبعد، يعملوا ايه عشان لازم طبعا يبقى في حوار، مش لازم مش في الشهر مره، ده المفروض على طول يبقى في حوار بس ما بينفعش. صح، كمان اسالك على حاجه، ليه الرجاله بتنسى الكلام الحلو بعد الجواز؟ بيحصل لهم خرس. خرس زوجي. ايوه انا سمعت الجمله دي قبل كده، خرس زوجي. اعتقد عندنا هرمون، احنا كرجاله بيبقى عندنا هرمون كده، اسمه هرمون سد الحنك، بيبقى نشيط جدا لحد ما بنتجوز، اول ما بنتجوز بيقف. هرمون تاني اسمه هرمون السكوت الزوجي او الصمت الزوجي. فعلا يا رشا انت عارفه تلاقي الراجل كده سحر قبل الجواز، كلام حلو كلام حلو كلام حلو، اول ما يتجوز ويعدي مثلا شعر العسل شويه ويبتدي بقى ندخل في الوقت العادي، تلاقي الراجل خلاص هما هو ماشي بمبدا ايه؟ مش من الطبيعي انه يعني ياكل السمكه بعد ما اصطادها، وخلاص اصطادها حطها بقى في البركتي، انه الحوار مش هينفع يعني. هو كان عم بيقول لازم حوار دايما كل يوم، الحوار ليه مش هينفع؟ يمكن يعني انا شفت عن تجارب حواليا يعني ما بينفعش، هو خلاص هو داخل في دماغه ان هو كده انا كده خلاص، وبعدين حته ان هو الضمانه، هو ضامن خلاص ان هي مش هتمشي. يعني انا اعرف ناس ان حصل التغير ده بعد اول بيبي. اللي هو بعد اول بيبي خلاص الزوجه عارف ان الزوجه مش هتسيبه بس خلاص. بس معلش حاسه صح ان في الاونه الاخيره دي موضوع الضمانه ده ما بقاش يعني مش كله مش عارف موجود كده. يعني يعني الرجاله مش مصدقين بتغير عند الست، ممكن بتؤدي مثلا لو هي مش حابه الحياه ممكن بتلجأ للقناه عشان دي اتغيرت 70% نسبه الطلاق بمصر وده يعني. فعلا ده المؤدي نسبه طب الطلاق سحر عالي. طب سحر انت شايفه يعني انه الراجل لما يبطل يقول كلام حلو للست ويدلعها ويطلعها وكل ده بطل فيه، معناه انه هو بطل يحبها؟ لا طبعا. او الست برضو لما تبطل تهتم يعني في الاول في الست تلاقيها مبسوطه وتعمل له اكل وغدا وحبيبي ومش عارف ايه، وتلاقي هدوم وكل حاجه تمام، وتلاقيها مستنياه على نار، تبطل هو يجي خلاص الاكل في المطبخ روح كل هدومك اهي عامله هالك، يعني انت شايفه انه كده خف الحب بينهم؟ لا ما مش شرط ان هو يكون خف، ممكن يكون خف في بعض الحالات لكن مش شرط ان هو يكون خف، بس وسائل التعبير اصبحت مختلفه، ان هو اصبح بيعبر عن حبه بشكل مادي، اجيب لك اللي انت عاوزاه، املا لك الثلاجه بتاعتك، هو ده الشكل المادي بتاعه. لا كل حاجه ولا يملي تملي الثلاجه. اي حاجه تانية الا الثلاجه. الا الثلاجه بيودي السجن. تروح السجن الست. لا 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 انا صرت لما اشوف الثلاجه افتكر التقرير بتاعنا. كان معانا لانه خبر بايطاليا في راجل رفع دعوى على سته على مراته 6 سنين سجن عشان هي ما بتطبخش الاكل اللي بيجيبه حاجه. يا رب يطبقوه عندنا القانون ده. انت اي حاجه تبقى المراه شغاله. نصيحة لوجه الله ما تتجوزش. ما انا مش فعلا بجد عارفه بسمع سما بيبقى قال ايه. يا رب طبقوه القانون ده هيمشيها بالسنتي كده. هو الانسان بيتجوز عشان الاكل بعد فعلا. ونطلع نشوف راي الشارع في راي الشارع، مين اللي بتغير بعد الجواز، الراجل ولا الست وليه؟ ونرجع تاني. مين بيتغير اكتر بعد الجواز، الراجل ولا الست؟ والله لو في حب بينهم مش هيبقى في تغيير. الست بتتغير 180 درجه بعد الجواز، خلاص امتلكت اللي عايزاه. الراجل بيتغير اكتر علشان خاطر ضغوط الحياه، وبيبقى عليه عبء بقى مسؤوليه وفلوس والتزامات، يعني هو بيتغير عشان كده مش اكتر. مفيش تغيير على قد ما في تفاهم، لو في تفاهم هيبقى الامور ابسط، الامور بسيطه، الامور جميله. الراجل
بيتغير مثلا لو بقت معاه ثروه كثيره بيتغير على طول، بيتجه الى اتجاه اخر، يحب يتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه. مش موضوع بيتغيروا، موضوع ان هم بيفهموا بعض، بيفهموا الحاجات الجديده اللي هم ما كانوش شايفينها ايام الخطوبه. بيتغير اكتر الست في كل حاجه، يعني تغيير الحياه والدنيا. الاثنين بيتغيروا بحكم ضغوط الحياه والنواحي الماديه والنواحي الاقتصاديه، بيحصل تغيير. مش قاعده، ده حسب السلوكيات والمعامله بين الاثنين، يعني بعد كده تبقى التصرفات. الراجل بيتغير بعد الجواز، لاني بيبقى ظروفه فاكر الدنيا كلها حلوه، وبعد العيال والاولاد وبعدين الشغل بيزيد عليه. الاثنين بيتغيروا للولاد، يعني هما التغيير بيبقى كل همهم في الولاد عندهم. زي ما سمعنا دلوقتي شفتوا قالوا ايه، يعني في ست قالت انه الحياه هي اللي بتغير الناس، في تانية قالت عشان الاطفال والمسؤوليه وحاجات كتيره، فايه رايكم؟ تمام. هو دايما الـ يعني اي حاجه في الدنيا بيبقى ليها مراحل، منها برضو علاقه الجواز نفسه بيبقى في مراحل، اكيد مش في شهر العسل دي مرحله، اول سنه او قبل مرحله ما قبل الاطفال دي بتبقى مرحله، وبعد ما يبقى في اطفال بيبقى في مرحله، بعد ما الاطفال يكبروا ويدخلوا مدارس ودي مرحله. احنا عندنا الراجل المصري عشان او الراجل العربي عامه هو المسؤول بنسبه 90% عن اداره الـ 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 الكيان ده من الناحيه الماديه، ودايما بيسيب للست اداره الكيان من الناحيه المعنويه اللي هي التربيه، والست دايما بتبقى ماسكه الموضوع ده كله وهو ماسك موضوع المصاريف، وده غلط. يعني هما الاثنين المفروض يشاركوا في الاثنين، او حتى لو هو هيمسك الناحيه الماديه يبقى لازم بيكون مشارك في الناحيه المعنويه. فهي الست بتحس ان هي بتعمل كل حاجه، والراجل بيحس ان هو ان هم اللي ضاغطينه، وهو اللي تعبان ليل ونهار بيشتغل عشان يكفي ده. فهي المسؤوليه اللي بتزيد، يعني هو في الاول مسؤوليه حاجه وبعد كده المسؤوليه بتزيد، فبيحس ان الجواز ده هو اللي عمل له الضغط النفسي ده. فدايما ربنا ما يجيب له ضغط، ربنا ما يجيب له. احنا ناخد اتصال نرجع لموضوع الضغط. ناخد معانا نهله. الهام. الو الو، مساء الخير. ازيك يا الهام؟ ازاي، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ طبعا انا سلامي وتحياتي لكم كلكم، بس عايزه اقول ان الراجل هو اللي بيتغير طبعا، واكيد بسبب ضغوط الحياه، بس عايزه اقول له ما تتغيرش قوي، لان زي ما انت مضغوط هي كمان مضغوطه وعليها برضو عيب وعليها مسؤوليه برضو جامده. طيب ايه رايك يا دكتور استاذ محمد بالكلام؟ هو اكيد الاثنين بيتغيروا، انا ما قلتش ان الست بس هي اللي بتتغير، اكيد الاثنين بيتغيروا، بس هما الاثنين، هي الفكره فعلا. الهام انت لسه معانا؟ ايوه، انا عايزه بس اوجه سؤال لسيف احمد، ممكن؟ اتفضلي. مساء الخير سيف احمد. حضرتك مطبخ اليابان النهارده يا ست الكل. حضرتك دايما منور دريم. ربنا يكرمك، اتفضلي. انا من متابعينك وبتعلم منك وبستفاد كتير بثقه. احنا على قناه الاحلام، احلموا بس ولا تحت ابركم. ربنا يدي حضرتك الصحه، ودايما كده منورنا وبتعلمنا وبنستفيد من خبراتك البارعه. ربنا يكرمك يا ست الكل. شكرك. شكرا. طيب يا الهام، عايزه تسالي سؤال تاني؟ تحت امرك. عايزه من حضرتك طريقه المكرونه النجريسكو. ايوه، نجريسكو بالدجاج. وخفت ال عيوني. حاضر، تابعيني لاخر البرنامج فقره المطبخ، اقول لك المكرونه النجريسكو اسرارها ايه. اوكي يا ست الكل. عايزه من حضرتك طريقه التبوله الاثنين. عيوني، تبوله ونجريسكو، اوعى وشك. عينيا. حاضر. طيب بنشكرك يا الهام على اتصالك. ايه رايك استاذ محمد بالكلام اللي وجهته؟ هي دايما كل طرف بيشوف ان الطرف الثاني هو الغلط. يعني هي اول بدايه كلامها قالت ان هي طبعا الراجل هو اللي بيتغير، وطبعا هو الراجل اللي شايف ان هو مضغوط وهي مش مضغوطه، هي عليها برضه. يعني انت شايف انه؟ لا، انا شايف ان الاثنين لان هو فعلا هم ما اختاروش بعض صح في الاول، او ممكن الجاهزيه للجواز عند الاثنين بتبقى احنا فاهمينها غلط. لا، ممكن يعني يكون الراجل مش حاسس بضغوط الست، والست برده مش حاسه بضغوط الراجل، فالاثنين بيحصل بينهم فجوه. بس على فكره الستات بتشيل كتير. يعني الست دلوقتي ما بقتش ام بس زي زمان، هي كانت ام بس، دلوقتي بتذاكر للولاد،
بتشتغل شوفيره ساعات تروح توصلهم المدرسه وتجيبهم من المدرسه، فشايله برضو حمل جامد قوي. والراجل بس هو مجرد بنك يعني، هو دلوقتي راجل ممكن يكتفي ان هو يبقى مجرد بنك بيدخل مدخول الاسره، ما بيدخلش تفاصيل العيله خالص، ما بيدخلش يعني. في رجاله كتير جدا ما يعرفوش حاجه عن ولادها، وفي رجاله كتير برضو بتسافر بره تشوف شغلها، والست هي اللي متحمله مسؤوليه البيت تماما من اولها لاخرها. ناخد معانا اتصال. رحاب، الو الو رحاب، معانا في الاتصال؟ طب بشكرك يا رحاب، ونحاول اتصلي بينا مره تانية ان شاء الله يجمع معاكي. انا كنت حابه ان نحكي عن النقطه اللي هيك مرقت بسرعه، اللي هي موضوع بعد الولاده. يعني في فتور بيجي بعد الزواج، في فتور او بيسموه اكتئاب ما بعد الولاده بيصير عند الستات، لانه هن بيقعدوا يمكن كتير بالبيت حقيقي، والراجل طول الوقت برا، وبيحصل بقى مشاكل فظيعه بين الراجل والست بفتره ما بعد الولاده. كيف يعني شو ممكن يعملوا؟ احنا عم نحكي انه في مشاكل، شو ممكن تعمل الست عشان ما تدخلش باكتئاب ما بعد الولاده وتاثر علاقتها بزوجها؟ هي بتبقى محتاجه طبطبه مش اكتر يعني. هو برده المفروض يراعي كده ان هي في الفتره دي بتبقى نفسيتها مش كويسه، حاسه ان هي خلاص ما بقتش في محور الاهتمام بتاع جوزها، في طفل جديد، في طفل ليه يعني احتياجات. طب والست ما تبقاش محور اهتمام جوزها يا سحر بعد الولاده ليه؟ ما بيخليها اللي اهم عنده الراجل من مراته والبيبي اللي عنده بره البيت يعني. هو الراجل اصلا طفل كبير، فهو على فكره بيبقى حاسس بالغيره ان هو ان هي مهتمه بطفلها وهو لا. ده بيحصل. ان هو لا ما بقتش مهتمه بيا، ودي شكوى منتشره يعني جدا. ده حقيقي. طب ما هو ده ابنه او بنته في الاخر يعني، ملوش دعوه. ملوش دعوه، طفل كبير عايز اهتمام. هو كمان جه خد حته. وفي رجاله كمان من النوع اللي بتتجوز اهم حاجه عندها الجواز، ماشي، بياخدوا الست يحطوها في البيت وينتشروا هم بره، يعيشوا حياتها. عارفه ازاي؟ فخلاص دي ست البيت بقى، والثانيه كنبه بتاعت البيت. ما فيش الكلام ده خالص. لا في لا لا رجاله كتير جدا بتبص تقول لك دي تبع البيت والولاد، وده انا بقى هشوف نفسي وهشوف حياتي بره البيت يعني. ده الواقع اللي احنا دلوقتي عايشين فيه بجد يعني، انه بتلاقيه حتى مش مشكله يقدر يتجوزها، والست بتاعته الاولى ما تعرفش او يمكن تعرف، بس خلاص كل واحده عاتيها بتاعها. ده اللي احنا بنتكلمنا فيه في الاول، ان هو الجواز دلوقتي في معظم الاحيان في المجتمع العربي ان هو شكل اجتماعي، هو الراجل كبر البنت كبرت فالمفروض ان هو عشان كده الست الاولى تقول له انت يعني حقها انه هي تطالب انه انت ليه متغير كده، عارف ازاي؟ فهو لما يروح يتجوز ما دام انت مش قادر ست واحده انه تديها كل متطلباتها، جاي تفتح بيت تاني، فجاي انت ارضي الاولى وبعدين تعالى للثانيه. ممكن الثانيه الاولى هي اللي فيها مشكله. الشرع حلل باربعه، بس لو انت قادر على اربعه طيب. اوكي خدهم طيب مع بعض، بس ارضيهم. هي نظامها ايه؟ هي نظامها هو ايه؟ هو عايز يفتح اربع بيوت براحته. طب هي هتبقى يعني هي اصلا مش مكفيها لوحدها. انا ام سوري، ما هو ده اللي بقول فيه. معانا يا جماعه، معانا تليفون، هنرجع على سندس. معانا، الو يا سندس. مساء الخير. مساء النور. برحب بيكي، برحب بكل الضيوف. ميرسي يا سندس، كلك ذوق. وبقول لكم كلكم منورين صراحه، وبرنامج جميل ما شاء الله. تسلمي يا قلبي، الله يخليكي. عندك سؤال للضيوف؟ سؤال بس خارج الموضوع بتاع الحلقه ممكن يعني؟ اتفضلي طبعا. بصي، هو الاحسن ان الست تبقى يعني حتى لو ان هي شايفه جوزها ان هو غلط، ان هي تبين له ان هي ذكيه، ولا ان هي دايما تبين له ان هي مش فاهمه حاجه عشان تعرف تعيش؟ سؤال مهم جدا يا سندس. عجبني السؤال بصراحه. هل الست لو هي حست ان جوزها مش متظبط تبين له بقى وتدي له الاحساس ان هي فعلا حاسه بالكلام ده، ولا تعمل نفسها مش شايفه حاجه خالص؟ على حسب. على حسب. عايز تقول ايه يا استاذ محمد؟ على حسب الطريقه اللي بتوجه بيها الست اصلا السؤال ده، او حتى لو هي حابه تتكلم معايا. احنا المشكله ان احنا يعني حتى اسلوب الحوار بدنا يعني عندناش ثقافه الحوار حتى في مجتمعنا، اللي هو احنا بنتكلم دايما بطريقه هجوميه، ان اللي هو انا بحملك الغلط كله طول الوقت، والطرف الثاني برضه بيقول لا انا مش غلطان، انت اللي غلطانه. طريقه الحوار نفسها بتخلي الاثنين ينفروا من بعض، فهي دايما بتتحول لخناقه يعني. معظم اي زوج وزوجه بقى لهم فتره متجوزين، لما بيدخلوا في حوار مع بعض بتقلب ان حد فيهم بيزعل من الثاني وبيسيب البيت وينزل، او لو الراجل هو اللي زعل فبينزل يخرج مع اصحابه، لو الست هي اللي زعلت فما بتكلموش، بتروح داخله اوضتها وما بتكلموش، وفي الاخر الحوار بيبقى كانه ما اتعملش او كان قلته احسن اصلا. حافظ سيستم سبب مشكله يعني. حتى لو اتجوزت عارف الست ازاي هتمشيها، ما عندكش مشكله.
انا حابه اشكر كثير ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم، الاستاذ محمد والاستاذ سحر، وان شاء الله تكونوا معنا بحلقات تانية نحكي اكثر موسعا عن الموضوع. ومشاهدينا ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا بهاي الفقره واستفدتوا. رح نطلع فاصل ونرجع لكم مع خبير تجميل الاسنان حسن نجم، الطبيب حسن نجم، وموضوع ابتسامه هوليود، شو الحكايه وكيف نحصل على ابتسامه حلوه. خليكم معنا.